وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول بعض العلماء: رأيت عند الصفا رجلا راكبا بغلته وبين يديه غلمان، يعني خدم وغلمان يعنفون الناس، يعني يضربون الناس، إليك إليك، عنك عنك، اذهب كذا، حتى يمر صاحب البغلة، وهذا وجيه من الوجهة. يقول: ثم رأيته ببغداد حافيا، حافي القدمين يعني، حاسرا، ما عليه عمامة، طويل الشعر، فقلت له: ما فعل الله بك؟ أنت اللي عند الصفا والغلمان يعنفون الناس ويطردون الناس، وش الحالة اللي أنت فيها؟ قال: ما فعل الله بك؟ قال: ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يرتفع الناس. الله أكبر. يقول: ترفعت في موضع مكة، هناك عند حول الحرم، حول الكعبة والصفا، الناس يتواضعون، لذلك الناس سواسي، يلبسون إزار ورداء، ويختلط الناس بعضهم ببعض، ما تفرق بين ملك ومملوك وغني وفقير وعربي وأعجمي وحر وعبد وصحيح وسليم، الناس سواسي. ها، هذا مكان التواضع، هذا مكان التواضع. يقول: ترفعت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله حيث يرتفع الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كل من تواضع لله رفعه الله، وكل من تكبر وضعه الله سبحانه وتعالى.